السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في خير وصحة وسلامة، يا رب جميعا كده تكونوا في أحسن حال. فيديو سريع حبيت أطلع دردش معاكم شوية ونتكلم مع بعض كده في التطورات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي والتحديثات اللي ما بنعرفش ناخد نفسنا منها. يعني بحس بجد ان الموضوع متتابع وسريع بشكل كبير جدا، واكيد انتوا بتتفقوا معايا في النقطة دي، يعني واكيد انتوا ملاحظين ان الموضوع كمان بيعمل تشتت كبير جدا. ده اللي بيخليني اتطرق النهاردة ليه سؤال اجاوب عليه، وهو السؤال الخاص بي: ما هو افضل نموذج ذكاء اصطناعي؟ يا ترى ايه النموذج اللي انا استخدمه، ما استخدمش بقى حاجة تانية، هو ده اللي انا هستخدمه على طول. وانا متفهمة السؤال ده، لان انا عارفة ان اللي بيسأل السؤال ده بيكون عايز يشترك اشتراك مدفوع ويستقر بقى على نموذج، لان مش طبيعي ان انا اروح اشترك في كل النماذج مدفوع، يعني ده ميزانية رهيبة كده يعني. وبعدين ايه العائد اللي هيعود عليا؟ يعني لازم برضو عموما بشكل عام ده سؤال المفروض نسأله نفسينا في اي نموذج في اي تطبيق لما نيجي نشترك فيه. ايه العائد اللي هيعود عليا من الاشتراك في هذا النموذج؟ لازم اعرف هل انا هعمل بيه شغل، هل انا هعمل بيه حاجة استفيد بيها، حاجة علمية اكاديمية، حتى لو حاجة انترتينمنت، يعني حاجة للترفيه مثلا، بعض التطبيقات المسموعة للترفيه مثلا انت لازم تكون حاجة انت عارف ان انت هتتابعها وهتستفيد بيها، فبالتالي الحاجة التعليمية كمان بتكون دايما الاشتراكات بتاعتها عالية، ودايما انت بتبقى عايز تحقق منها اقصى استفادة، وبالتالي انت بتبقى عايز تقف على النموذج او الاداء اللي هتحقق لك هذه الاستفادة الكاملة. مش عايزة اضايقك واقولك ان مفيش حاجة اسمها افضل نموذج ذكاء اصطناعي، في نماذج قوية واثبتت نفسها، وجيميناي برو 2.5 مثلا، كلود 3.7 سونت، يعني دي نماذج قوية جدا. لكن خد بالك كل نموذج من النماذج قوي في حتة، هتلاقي كل نموذج هو يعني متميز في جزئية معينة، فانت لازم تعرف انا هستفيد منه في ايه. انا شخصيا مثلا ببقى شايفة ان شات جي بي تي بالنسبة لي في البحث والكتابة وإعادة الصياغة وما الى ذلك بيكون افضل حاجة بالنسبة لي شات جي بي تي، وخصوصا أسري بصراحة، يعني انا شايفة من اقوى النماذج فعلا بتستخدمها، وانت متأكد انه هيديك نتائج ممتازة. اتمنى يعني برضو ان انا اسمع رأيك في التعليقات هل انت متفق معايا في النقطة دي ولا لا، ولكن عشان نكون اكثر واقعية ان احنا نقف على افضل نموذج ده. لا، لو انت هتستخدم كودينج طبعا عندك كود، لو انت عايز تستخدم جيميناي، وبالذات الناس دلوقتي اللي عايزة تعمل محتوى بالفيديو VO2 موجود دلوقتي داخل جيميناي، فهو على حسب انت هتستخدم النموذج في ايه، وكل يوم هيطلع جديد، وممكن يعني نبص نلاقي بكرة مثلا طلع لنا نموذج ما نتخيلوش خالص، زي ما حصل مع ديب سيك مثلا. ديب سيك R1 طلع وغير موازين ومفاهيم كتيرة جدا، غير قواعد اللعبة فعلا، واحنا كلنا مستنيين اهو ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى على الله ان هو ديب سيك R2 كده يظهر قريب ونبتدي ان احنا نقيمه. كوين 3 ممتاز. فهو الموضوع ما نقدرش ان احنا نقف على اقوى نموذج، استخدم النموذج او اشترك في النموذج اللي انت هتحقق منه استفادة في جزئية معينة، ومش معقول هتشترك في كل النماذج، وانا متفقة معاك في هذه الجزئية جدا. الموضوع بقى مرهق انا عارفة، ولكن لازم نبقى واقفين على كل التطورات، ولازم نبقى عارفين الموضوع ماشي ازاي، وكل ما هتتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي وتفهم اكتر هتلاقي نفسك مع الوقت خلاص بقيت انت عارف هستخدم ايه في ايه وهستخدم ايه في ايه، خصوصا في الخطة المجانية. يعني في خطط مجانية كتير جدا جدا في النماذج، ودي حاجة كويسة برضو ان الواحد يعني ممكن يحتاج مثلا يستخدم جيميناي 2.5 برو على جيميناي مرتين ثلاثة بس في اليوم، او 2 مسجز في اليوم، ممكن يستخدم شات جي بي تي 3، ممكن يستخدم مثلا كلود برضو مرتين ثلاثة، وبالتالي انت ممكن تستفيد من كل الادوات، يعني كل الادوات وكل النماذج ممكن تستفيد منها. جين سبارك ممتاز جدا جدا، وفي كل حاجة، صور، فيديوهات. دلوقتي طبعا هو قفل موضوع انشاء محتوى الفيديو في نماذج كتير قوية للأسف الشديد، وحاطر ووتر مارك، وعشان تعمل داونلود لازم تشترك، ولكن انا بشكل عام يعني بتكلم على ان انت لما يعني بتحاول تستفيد من الخطط المجانية، واكتر حاجة انت هتستفيد منها استخدمها في الخطة المدفوعة مثلا، فما تحاولش ان انت تشغل بالك قوي باقوى نموذج، حاول تستفيد من النماذج كلها بشكل عام. واتمنى اولا نكون اللي احنا بنقدمه يكون بيعجبكم. سعيدة جدا بتعليقاتكم، بستفيد جدا بارائكم وتعليقاتكم، ساعات بتشاوروا لي على حاجات مهمة وبطلع اتكلم عنها،
ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحاول نواكب التطور السريع ده قدر الامكان. بعض الناس بتكتب لي يعني على حاجات لسه مثلا ظاهره النهارده، وفي بعض بقى النماذج خصوصا في الكودينج، يعني انا حبيت بس ان انا اتكلم في النقطه دي، انا مش كودر ومش بروجرامر، فبالتالي في بعض النماذج اللي انا بتناولها وحاسه انها هتفيد او ممكن تكون غايبه عن البعض وبالذات المبتدئين، فبطلع اتكلم عنها بالذات من مثلا المواقع المعروفه او الشركات الكبيره زي جوجل مثلا. ولكن في بعض الاي اي كودرز والاي اي ايجنتس الكتيره جدا اللي طالعه علينا دلوقتي، نماذج كتيره جدا جدا، ولكن بعض النماذج بتكون كويسه وبعض النماذج بصراحه انا بحس ان هي يعني انا ببقى بجرب بعض النماذج ابص الاقيه يقول لي في عليها ضغط كبير. كمان ان الجزء المتعلق بالذكاء الاصطناعي والفايب كودنج والكودنج والكلام ده كله انا شايفه المتخصص فيه اكتر يطلع يكلمنا فيه هو البروجرامر تخصصه، وهيطلع يديك يوز كيسز حلوه وهتستفيد وهو اللي هيقف بالظبط على الموضوع. لكن ده مش معناه ابدا انا ما اطلعش اعرض الموضوع ده، بطلع اعرض واتكلم عنه بشكل بسيط او باللي اعرفه ببتدي اطبق، اديك يوز كيسز في الحاجات البسيطه اللي اعرفها في الكودينج. غير كده ما بحبش ان انا ايه اتكلم في حاجه مش بعرفها، ومش بخجل ان انا اقول لا ده مش تخصصي، عادي جدا مفيش اي مشكله. يعني اتمنى يكون كل بنقدمه يكون بيعجبكم، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. ان شاء الله باذن الله كده نحاول ان احنا نستمر في تقديم هو مفيد باذن الله على القناه، واشوفكم فيديوهات باذن الله جديده. واللي شاف الفيديو كده وطلع قدامه ومش عارف احنا بنتكلم عن ايه، احنا بنتكلم على قناه انفوتك فور يو، هي قناه مهتمه بالتكنولوجيا وحاليا ويعني ومؤخرا تطبيقات الذكاء الاصطناعي. اتمنى ان انت تشرفنا على القناة وتشوف المحتوى ان شاء الله يعجبك. اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.